بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو جميل جدا بيتكلم عن قاعدة F بكل الحالات الخاصة بيها. طبعا الشيت ده او الشغل ده انا جبته من على الانترنت، ولكن لقيته صور فحبيت اشرحه بشكل مرئي. قاعدة F بمعنى لو، ونستخدمها للجمل الشرطية بمعنى لو فعلت كذا يحدث كذا، كالأمثلة الآتية. فمثلا بتقول: لو كنت غنيا لاشتريت سيارة جديدة، لو ذاكرت دروسك سوف تنجح، وهكذا. وتتكون الجملة في قاعدة إف من شقين أو من شيئين، يعني جزئين. الجزء الأول يكون الشرط، الجملة الأولى، والجزء الثاني بتكون النتيجة. مثلا: If I have time I will visit my relatives. لو عندي وقت كنت سوف أزور أقاربي. ده الشرط ودي النتيجة لو حدث هذا الشرط. والقاعدة أربع حالات، وهم الحالة الصفرية والأولى والتانية والتالتة، هندرسهم بالتفصيل. طبعا ده فيديو معمول بواسطة الأستاذة أو الدكتورة حنان عمران. الصفحة التانية نمبر 2، اولا الحالة الصفرية. هذه الحالة قليلة الاستخدام واسمها zero conditional، وتستخدم في حالة التحدث عن حقائق علمية او حقائق بشكل عام. if you heat water it boils، بتكون if present simple present simple، يعني if الجملة الاولى مضارع بسيط والتانية مضارع بسيط. عشان نكتب الجملة دي بنتبع هذه الحالة بشكل صحيح، لابد من فهم وحفظ القاعدة التالية وتطبيقها. present simple يكون الجزء الأول present simple زي الفعل بإس أو بدون إس مع المفرد والجمع، والفعل في الجزء الثاني النتيجة يكون أيضا في present simple. شكل القاعدة في الحالة الصفرية زي الشكل ده: if present simple present simple، if مضارع بسيط مضارع بسيط. تابع الحالة الصفرية. أمثلة على الحقائق الحالة الصفرية بنقول: if animals don't eat they die، حالة لو الحيوانات ما أكلتش هيموتوا. مش محتاجين نعبر بويل ولا بأي حاجة، ولكن بنقول الجملة مباشرة. if you heat ice، لو أنت سخنت التلج، it turns into water، تتحول إلى مياه. بيقول: من الممكن في الحالة الصفرية أن يأتي الجواب على صيغة الأمر زي الفعل ده أو زي الأمر ده. If you are late، لو أنت كنت متأخر، take a taxi، خد تاكسي. If you are ill، see a doctor، see a doctor. I'm sorry، خطأ المطبعي. If you are ill don't play outside، يعني لو كنت مريض لا تقم باللعب بالخارج. الصفحة التالتة بنقول أو الرابعة هنا الحالة الأولى من قاعدة F، وهي الـ F conditional. طبعا بالمناسبة لو أول مرة شفنا على اليوتيوب ياريت تشرفنا باشتراكك في القناة. زي ما هو واضح من الفيديوهات احنا قناة مهتمة باللغة الإنجليزية وتبسطها وشرحها بشكل سهل وبسيط. الحالة الأولى تستخدم عندما نريد التحدث عن شيء ما في المستقبل من الممكن حدوثه بشكل كبير متوقع. فمثلا تستخدم للتخطيط المستقبلي أو الوعود في المستقبل أو التهديد في المستقبل أو التعبير عن شيء بديهي وشبه أكيد، كالأمثلة التالية: If the weather is nice today we will go to the cinema، لو الطقس كان جيد جميل اليوم فسوف نذهب إلى السينما. تعبر عن plan يعني تخطيط. طيب ممكن ننفي، بننفي هنا زي ما بننفي المضارع بننفي الحالة بتاعته. If you don't hurry you will miss the train، يعني لو انت ما أسرعتش القطار هيفوتك، وده عبارة عن تهديد. الحالة الأولى بيكون شكلها كالآتي: if present simple future simple،
اللي هو ال future simple، طبعا انت لازم تكون فاهم الازمنه بشكل كويس جدا، will plus infinitive او المصدر. ونلاحظ هنا في هذه الحاله استخدمنا future simple المستقبل البسيط، لانه كما قلنا نستخدم للتخطيط لشيء مستقبلي، لذلك نستخدم will غالبا وليس دائما، ويكون الشكل التالي هو الأكثر استخداما if مضارع بسيط will زائد الفعل في المصدر. تابع الحالة الأولى من قاعدة if. الأمثلة: المقصود بالفعل في المصدر هو الفعل بدون أي إضافات، أي مثلا بدون إضافة s أو ed أو ing، مثل visit, cook and eat. نقولش visits أو cooked أو ate مثلا، ما ينفعش. If Ali has a car, he will drive a lot. يعني لو كان يمتلك علي سيارة كان سيقودها بشكل كبير. If Ahmed wakes up late, he will be late. لو أحمد استيقظ متأخر فسوف يكون متأخر. If you help me, I will help you. إذا قمت بمساعدتي فسوف أساعدك. If you fall down, you will break. إذا سقط أو break your arm سوف تكسر ذراعك. If you do that again, I will tell your father. سوف أخبر أباك لو فعلت هذا مرة أخرى. If you play well, you will score a goal. لو تلعب جيدا سوف تسجل هدفا. تابع أمثلة على الحالة الأولى في القاعدة if. You will miss the train if you don't hurry. طبعا الموضوع هنا بسيط جدا، هتلاقي if جت في النص، فاحنا قلبنا الحالة فجبنا will زائد المصدر في الجملة الأولى وبعدين جبنا if وفعل الشرط، مفيش أي مشكلة عادي ممكن نقلبها. Maryam will read the story if she لو كانت is free فاضية يعني. Noha will buy new dress if dad gives her money. إذا أعطاها والدها بعض المال. ملحوظة مهمة تخص الحالة الأولى من قاعدة if. المستقبل البسيط اللي هو simple future في الحالة الأولى لقاعدة if ليس فقط المصدر زائد will، ولكن أحيانا نستخدم كلمات مثل كلمة will ويأتي أيضا بعدها المصدر. if مضارع بسيط الحالة الثانية will may shall can must should زائد فعل في المصدر. if the weather is nice we may go to the cinema. لو الطقس كان جيدا we may ربما، وهي تدل على الاحتمال، احتمال أن نذهب، لكن will تعني التأكيد، we will دي تأكيد، لكن may معناها احتمال. إلى هنا ينتهي الفيديو الأول وشرحنا فيه القاعدة الصفرية والحالة الأولى. للمزيد تابعنا على قناة اليوتيوب، سوف نقوم بشرح باقي الحالات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.